السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتوا بتتفرجوا علينا فيه. جايين بفيديو النهاردة جديد، فيديو كويس، فيديو جميل طبعا، مع اخويا وحبيب قلبي وليد مهدي ابو خالد حبيبي عم وليد. الله يكرمك يا كبير، الله يكرمك صاحب غاية المحروسة. فتحياتنا لعمامين النازلة ابو مصطفى، والله العظيم الراجل يعني مهما نتكلم تسلم ايده بصراحة على الشغل اللي هو عامله. زي ما انا قلت في الفيديو اللي قبل كده، رقم واحد في مصر، فربنا يديله الصحة. انت متكيف؟ لا لا، هو نمبر 1 صراحة، يعني هو في مصر الصناعية بجد الواحد يشهد لها. قرب كده عبده كده امين النازلي، مش عشان بيعمل لي غيتي، لا لا، هو فعلا عنده ضمير بزيادة يعني. فبجد الله يديله الصحة والعافية، وانا بشكره من قناة ابو عمر كوتو حبيبي، ان هو نازلي يستاهل كل خير صراحة يعني. وهو حق كل واحد يا جدعان بيتقال يعني. الراجل بص هو شغله بيتكلم عن نفسه، بيتكلم عن نفسه. فانا بصراحه مستمتع بالشغل ده كده اهو. فانا عايزينك بقى ايه، انت ذات نفسك انت مستمتع بلغيه، بس احنا عايزين ايه مع بعضنا كده اهو، واحده بواحده كده اهو. الراجل برده لسه ايه، هو في غيابه يا جدعان، بس كلمه حق لازم تتقال في ضهر الراجل ده. فربنا يصلح حاله وان شاء الله هيجي بالسلامه، هيجي بالسلامه ويخلص لنا الشغل ده كله ان شاء الله. هيمتعكم الفيديو كمان الجاي، والفيديو بتاع كتب جاي كمان يا جماعه، هوريكم حاجات يعني تعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله يا عم علي. الاهم من ده كله على فكره، كتب منورني حبيبي، الدنيا كلها اهم من المحروس اساسا. ده مكان ده مكان والله. الحب ده يا جدعان بعيد عن اي حاجه والله العظيم. فعم وليد والله العظيم مش كلام، مش عشان هو واقف، مش الشخصيات اللي هي محترمه، هو مش الشخصيات اللي هي تتحب، مش عشان غيه ولا عشان خاطر اي حاجه، لا، هي الحمامات دي وسيله التعرف، هي اللي بتعرف الناس ببعضها والله العظيم. وهو برضو عشان الناس برضو ايه بتتكلم، معروف الناس كلها في حته اللي هي الغيه وكده. هو يا جدعان الراجل بيعمل حاجه مش هيعمل كل يوم، فاحنا عشان نكون ايه برضو صراحة مع بعضنا، انا عايز اعمل حاجه اريح نفسي بيها، مش هفضل اعمل حاجه وتاني يوم اعمل حاجه وانزلها واطلعها، لا، انت هتعمل حاجه اصبر. ودي غيتنا كلنا على فكره، مش غيتنا احنا بس، دي غيت مصر كلها يا جدعان. اي حد عايز يجي في اي وقت ينور، دي غيت مصر كلها يعني. اي واحد بيحب الحمام بتاعته بتاعت هو الراجل ما اتكلمش يعني. يعني انت ما عندكش مكان ومش عايز تردع عليهم اهو. تعالى حبيبي يا معلم، الله يكرمك يا عم علي. فاحنا نطلع، الله يكرمك، هنطلع كده مع بعضنا واحده بواحده كده يا معلم عبده. هات يا معلم كده. طبعا معانا النجم عبده، اخويا الكتب حبيبي يا معلم، الله يكرمك. ادي السلم اهو يا جدعان، دخلنا عليه بالصلاه على النبي كده. تسلم ايد ابو مصطفى. دي هنا اللي هي تبقى السلاكه، صح كده؟ دي كده السلاكه يا جدعان، برضه هتتقفل. الراجل برضه محضر الشغل بتاعها. تسلم ايدك ابو مصطفى. السلم بسم الله ما شاء الله. هنا دي زي ما احنا قلنا هتبقى قاعده اهي، الجنب ده كله هيبقى قاعده. وادي السلم، السلم لسه الترابزين بتاعه كل ده مخروط ومتجهز على التركيب. فان شاء الله كده الفيديو الجاي كده ابو مصطفى برضو يمتعنا ويكون خلص الدنيا كلها كده. ده اللوفت كده بسم الله ما شاء الله. هذا اهو صف البيبان، 4 بيبان في 7 بيبان، 4 طول 7 عرض. ده الجنب ده، ده لسه طبعا كل ده هيتقفل خشب عشان الطلعة والنازلة كده. ده وش بيبان من اول الجنب لاخره اهو. ده برضو اللي هي القواطع والاراضي والهيكل، باين برضو في وش هيركب الناحية دي. وهنا الباب اللي هو داخل اللوفت، ده الباب اهو اللي انت بتخش منه اللوفت. كل ده طبعا بيتقفل. طبعا المعلم عبده مستمتع ان شاء الله. هتعمل عبده ما تقلقش. ماشي بسم الله ما شاء الله. خلنا عليهم كده بالصلاة على النبي، ربنا يملاهم لهم بركة كده. خش كده، دي البلكونة، الصورة اهو حاجة بسم الله ما شاء الله. دي الشبابيك دي بتاع الكابينة، ده كده جنب البلكونة
دي الضرفه دي هتتعمل ازاز تشوف الحمام وانت قاعد من بره الحمام ما يشوفكش. دي حاجه برده فكره جديده كده. ده يبقى لوح كله لوح ازاز. طبعا هنا الشبابيك اللي مركونه دي في البلكونه كل دول هيتقفلوا، هم الشبابيك بتاعتهم هناك. دي الكابينه كده، دي مطرح النضاره اهي، وادي ده الباب بتاع الغايه. دي الغايه اهي، بسم الله ما شاء الله. دولت بابين هيتعمل بقى الحوض هنا اهو، هيبقوا بابين برضو هيتعملوا بالرسمه برضو بتاعت الغايه، تبقى حاجه بسم الله ما شاء الله. جنب ده جنب مصاطب، وبيتعمل برضو بيبان منها مصاطب ومنها بيبان. بس طبعا من اول للاخر في برضه ابو مصطفى عامل لهم حجوزه او قواطع اللي هي لو عايز يعملها بيبان بتتعمل بيبان. وادي وش البيبان واخد الصف، اربع بيبان كل باب بالدرج بتاعه. لسه طبعا الحليات بتاعته لسه التفنيش، احنا مش هنحرق الشغل ده، الشغل ده كله ان شاء الله هتشوفوه على الطبيعه اهو. كلها بدراج، المكاسح دي بقى ايه لسه هتتقفل كلها اهي. بسم الله الله اكبر. تسلم ايدك ابو مصطفى وربنا يبارك لابو خالد مريد مهدي صاحب ملك المحروسه، وهو الراجل بيقول الغيه دي بتاعت اي حد بيحب الحمام، فالراجل برضه بيعمل حاجه لمتعته، فربنا يملأ له البركه ودخلنا عليهم بالصلاه على النبي. ادي وش البيبان اهو. هذا اهو وش البيبان. بسم الله الله اكبر. الارض هي كلها ايه. الله يبارك لك يا عم وليد حبيبي يا كبير. تمام كده يا معلم، تسلم ايده بصراحه. حاجه ايه زي الفل كده اهو. عايز توصل اي حاجه ولا ايه الدنيا كده حبيبي يا معلم؟ فربنا يملا لك بركه كده ودخلنا عليك بالصلاه على النبي حبيبي. ربنا يكرمك يا معلم، وان شاء الله هننتظر ابو مصطفى لغايه ما يفنش الدنيا كلها يا جدعان. برده الراجل من اول ما انشا اللي هي الغيه دي، من اول ما جاب الخشب برده على القناه عند ابو مصطفى، القناه اسمها امين النصدي. اللي حابب اي حاجه هنسيب له برده رقم التليفون للتواصل برده مع ابو مصطفى، لان كل واحد يا جدعان ياخد حقه. الراجل ده هو اللي اشتغل في الغيه دي، هو اللي تعب في الغيه دي، صح كده؟ عمل فيها كل حاجه صراحه. فالراجل برده ياخد حقه، ما حدش بياخد يا جدعان يعني مجهود حد، ولا حد بياخد رزق حد. الراجل ليه رزق في اي مكان، جاي من دمنهور من اخر الدنيا جاي بيشتغل هنا في بلدنا. هو عامل لهم مفاجآت. لا هو الراجل بسم الله ما شاء الله برده، احنا مش عايزين نحرق الدنيا برده كده اهو. فان شاء الله كده دخلنا عليك بالصلاه على النبي وربنا يملأ لك بركه كده. وده مش هيبقى اول لقاء ده ولا هيبقى اخر لقاء. المحروسه لسه ما خلصتش، حتى لو خلصت في خشب، خلصت في دهانات، خلصت في كل حاجه، لسه احنا ما ابتديناش ولا في حمام ولا في اي حاجه، احنا لسه في البدايه كده. ربنا يكرمك كده يا ابو خالد، وانت ابن حلال وتستاهل الدنيا كلها والله العظيم. تحياتنا للدنيا كلها، تحياتنا لاي حد بيدعمنا ان كان بالكلمه الحلوه ان كان باتصال تليفوني. تحياتنا للناس اللي بتكتب كلام اللي بيشجع، الكلمة الطيبة دي هي اللي بتقول واحد، هي اللي بتخلي الواحد يستمر. تمام يا معلم؟ في أي حاجة كده؟ حبيبي يا معلم، فانتظرنا إن شاء الله من جديد لجديد. كان معكم أستاذ وليد مهدي، كود آدم، أبو خالد، كود آدم وعبده، والسلام عليكم ورحمة الله.